مسلحة الباس إلى الأمن والاستقرار إلى حي الرصافة في دير الزور بعد أن قضت على آخر أوكار الإرهابيين فيه وفي مدينة حمص. يواصل حماة الوطن تقدمهم باتجاه أحياء الورشة والصفصافة والحميدية لتطهيرها من فلول عصابات الإرهاب المرتزقة. بدأت صباح اليوم وحدات الجيش العربي السوري عملياتها ضد ما تبقى من فلول المجموعات الإرهابية المسلحة داخل أحياء مدينة حمص، حيث تركزت ضربات الجيش على أحياء الورشة والصفصافة وبعض شوارع الحميدية وفي محيط مؤسسة المياه في ساحة حي باب تدمر. في صباح هذا اليوم بدأت العملية العسكرية في محيط مؤسسة المياه باتجاه حي الورشة وحي الحميدية لطرد ما تبقى من فلول مجموعات إرهابية مسلحة كانت تروع الأهالي في هذه المناطق. وطبعا بدأ الجيش في عملياته منذ الصباح الباكر، وحدث اشتباكات متفرقة في هذه المناطق، ويستمر الجيش في عملياته ابتداء من حي باب تدمر وانتهاء في حي الورشي والحميدية بإذن الله. وحدات الجيش تمكنت من طرد بعض المسلحين في حي وادي السايح الواقع بين حيي الخالدية والورشة واللذين تتركز فيهما العمليات العسكرية الحالية، كما تعمل وحدات الجيش على إعادة الأمن والاستقرار إلى حي باب هود في وسط المدينة. وتأتي عمليات الجيش في حمص بعد الانتهاء من تطهير أغلب مناطق ريف المحافظة. قرار الحسم العسكري الذي اتخذه الجيش العربي السوري مستمر حتى تطهير كل شارع وكل حي من أحياء مدينة حمص. لأخبار قناة الدنيا، أحمد العاقل، حمص. وفي إطار عمل